هي طحامر، بس حنا للحين ما توكدنا من هالشي يا طحامر. أنا متوكد طال عمرك إنه ما فضحنا. عز الله لو حاجت كلمة واحدة لقامت الدنيا على رؤوسنا. هيهوقة الراعي يخلي الناس تقوم وما تقعد. شلون قتل الشيخ؟ قلبي ما هو مطمن من يم بدور يا طحامر. علامها بدور، كل ما تيجي عيني بعينها شوف نار الغضب شاعله بعيونها. وش يعني؟ خاف ليكون هذا الولد ابن حران علمها بالحقيقة. طال عمرك معقول تكون بدور تعرف الحقيقة وتظلها ساكتة لليوم؟ ما بقوة بالأرض تمنعها من الكلام. هذا أبوها، أبوها وأغلى الناس على قلبها يا عقلة. العاد وش بلاه؟ أنت بلاه. أنا بلاها؟ وش قصدك؟ بدور طليبتك وكل العشيرة تعرف هالشي. زين، أنا منكر هالشي يعني؟ قلت إني ما أريدها. لله ما أنت منكر يا أخوي، بس أقول يعني أنت هاملها وما أنت مهتم بيها. والبنية ودها تعرف راسها على أي وسادة، ودها تعرف إن كنت ودك إياها ولا عدلت عن رأيك. لا أنا ما عدلت عن رأيي. بعدين بدور يعني أنا ماني معتجل على الجواز. دور تحت ايدي اي وقت ودي اياها اخذها. هذا مو هو كلام يا عقله. تفكير البنيه مو هو مثل تفكير الشاب. وشلون تفكر البنيه؟ الرجل يتجوز وقت ما يريد ومهما كان عمره، لكن البنيه اذا كبرت وعنست ما احد يطلبها. صحيح. ودي أسألك سؤال يا عقلة وتجاوبني عليه بصراحة. اسأل. أنت تحب بدور؟ أنا أي أحبها. أي أنا أحب بدور. بدور أنا ما ألقى أفهم منها. أزين بنت بالقبيلة وهي أجمل بنت بنات العشيرة كلها. أي صحيح. وللسبب الزوم تعجل تعقد عقدك عليها قبل ما يجي واحد ثاني ويخطفها من ايدك. من اللي يتجرأ يخطفها من ايدي؟ عز الله اخطف روحه من بين ضلوعه. على هونك يا عقلة، على هونك، على هونك يا اخوي. اقول يعني ثبت انه الطريق اللي احنا ماشيين بيه ما هو بالطريق السليم، والزوم نشوف طريقة جديدة. والطريقة الجديدة يعني توصلك لغايتك. شلون يعني؟ يعني أقول نترك طريق القتل وسفك الدم ونبتدي بطريق المكر والحيلة. وشلون يعني أوصل غايته بطريق المكر والحيلة؟ يعني أقول طال عمرك إنك يعني تخلك مثل الخاتم بصبع الشيخ بن شيحان. عوذة من كلامك يا طحامر. وش الهرجة اللي تقوله؟ أنا عقلة أصير خاتم بصبع الشيخ بن شيحان؟ اجذب عليه يا عقلة، اجذب عليه، اخدعه وكون ثعلب. ترى أنا شايف إن بن شيحان حاسب حسابك، وإذا يعني العداوة استمرت بينك وبينه أو صارت الشيخة الطير من إيدك للأبد. زين يا طحامر، شور علي وش أساوي؟ أنا شور عليك يا عقلة. ما شاء الله أنت تشور